هل هناك دول إسلامية تسعى لجلب هذا الاعتراف الدولي، لحمل المجتمع الدولي بشكل أو بآخر على الاعتراف بحكومة طالبان الجديدة؟ أنا أعتقد أن دول المنطقة خاصة باكستان يعني هي من الدول التي تحاول لأن تقنع المجتمع الدولي للاعتراف بالحكومة الأفغانية. لماذا؟ لأن هناك يعني مصالح مشتركة لأفغانستان وباكستان، الحدود المشتركة، وكذلك يعني أي تطور الاقتصادي والسياسي والأمني يؤثر إيجابيا على باكستان، كما أن أي تدهور الأمني والاقتصادي والسياسي يؤثر سلبيا على باكستان. فممكن نحسب باكستان من الدول التي لها مصالح مشتركة كبيرة جدا مع أفغانستان، فإنها تهتم لأجل مصالحها.